الحملة المعادية ضد الديمقراطي الكردستاني بذكاء والبارزانيين والمصالح الوطنية. كما هو معلوم أن الكرد في أي جزء من كردستان كلما تخطوا خطوة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار وإنجاز المكتسبات والمنجزات الوطنية، تتصاعد وتيرة عداوة الدول المحتلة لهم وتزداد محاولاتها لتعقيد الأوضاع أمام هذا التقدم والازدهار. وتبطن هذه العداوة غالبا في استخدام الوكلاء من العملاء والجواسيس في كردستان لوضع الهجمات المباشرة، وبهذا تحارب هذه الدول المكتسبات الوطنية وكردستان عن طريق الكرد أنفسهم. ففي عام 2017 ولدى إجراء استفتاء استغلال كردستان، لم يخفى على أحد ما قامت به الدول المغتصبة وطوابيرها العميلة داخل كردستان من محاربة شرسة للاستفتاء والوقوف أمام تطلعات الكردستانيين. ولتحقيق هذا الهدف والقضاء على هذا المكسب الوطني المبارك، حاربت الكرد وبالأخص البارتي والبارزانيين. واليوم يتكرر نفس السيناريو، فالمرحلة الجديدة التي تمر بها الحركة الكردستانية تتعرض للعداء ذاته، وبالأخص بعد الحرب الروسية الأوكرانية وطغيان مسألة أهمية الطاقة الكردستانية على الساحة الدولية وعزم الدول الأوروبية إلغاء اعتمادها على الطاقة الروسية وإيجاد بديل لها من مصادر الطاقة. وكانت الوجهة المثالية للغرب عموما هو إقليم كردستان، فلو كان بالإمكان تصدير الغاز الطبيعي من كردستان إلى أوروبا، فمما لا شك فيه أن تغييرات استراتيجية جذرية ستطرأ على رؤية أوروبا تجاه كردستان، كما أن هذه الخطوة ستؤثر لا محالة على وضوح الرؤية السياسية لأمريكا تجاه كردستان عموما وإقليم كردستان على وجه الخصوص. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من دور كل من روسيا وإيران، وأنهما ستفقدان ثقلهما الاقتصادي عالميا، كما أنه بالإمكان أن تغير كل من أمريكا وأوروبا من موقفهما المعادل للاستفتاء يوم أمس بموقف داعم ومؤيد للاستفتاء وتأسيس دولة كردستان حفاظا على مصالحهما الدائمة. والقوة الوحيدة في عموم كردستان والتي تستطيع تدويل القضية الكردية وتمتلك ثقلا دوليا هي الديمقراطي الكردستاني، كما أن أبرز الشخصيات التي تطغى على الساحة في هذا المجال هي ثلاث شخصيات: شخصية زعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نجيفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني. وخصوصا أن المرحلة هذه تشهد مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، فقد أثار تحالف البارتي وموقفه الراسخ في كل من العراق والأقليم أثار غضب الجارة إيران لدرجة كبيرة، وخلقت لديها مخاوف جدية من فقدانها لثقلها المعهود في المعادلة العراقية وتأثيراتها في الإقليم. وللأسباب الآنفة الذكر، جنت إيران وحلفاؤها هجمات عنيفة وشرسة ومنظمة على البارتي والبارزانيين، كون البارزانيين هم المطالبون بتدويل القضية الكردية وتأسيس دولة مستقلة وتعريف الكرد للعالم، ويحافظون على المصالح الكردستانية بدبلوماسية ناجحة. فسواء كنا نكن الود للبارتي أم لا، وسواء قيمنا البارزانيين بإيجابية أو سلبية، فهذه حقيقة غير قابلة للإنكار. فاليوم أصبح البارتي والبارزاني أساسا لأية خطوة نحو دولة كردستان. ولو تابعنا مجرى الأحداث عن كثب لوجدنا أنه منذ فترة لم تزاول البكك أي مهنة سوى محاربة البارتي والبارزانيين، ولا تكتفي بالهجوم فحسب، بل سخرت ماكيناتها الدعائية ووسائل إعلامها لصناعة الأخبار المفبركة الكاذبة والبعيدة كل البعد عن الحقيقة لتحقيق هذا الهدف. وهذا ما يظهر جليا لدى متابعة وسائل إعلام هذه التنظيمات. فمنبع العداوة لمسيرة الاستقلال التي تبناها البارتي والبارزانيون وإيران وعملاؤها وطوابيرها في كردستان، كما أن البكك تعاطت الدور الأبرز فيما يتعلق بسيناريو العداء للمكتسبات الوطنية. ويلاحظ بوضوح أن البكك لما تقدم على هذا الأمر تضبل الأطراف اليسارية التركية لها، حتى وصل الأمر أن يكون لصناع القرار في اليسار التركي دور مؤثر وفعال في هذا المجال، وأن يكون بمقدورهم تبني مواقف معادية
عن طريق البكك تجاه أي مصالح للكرد عموما، وخصوصا فيما يتعلق بتأسيس دولة. وحول هجمات البكك على البارد والبارزانيين وحربها الإعلامية الكاذبة ضدهما، هناك نقطتان بالغتا الأهمية كما هي ملفتتان للانتباه بقدرها وينبغي الوقوف عليهما. الأولى أن إعلام إقليم كردستان وبالأخص المقرب من البارتي أقوى من كافة المؤسسات الإعلامية للبكك، كما له اعتباراته الدولية كذلك، ولكنه رغم هذا لا يؤدي الدور الواجب أداؤه في التصدي لهجمات البكك العدوانية والوقوف في مواجهة الأكاذيب والافتراءات التي تنشرها البكك على وسائل إعلامها بحق البارتي والبرزانيين، أي أنه لا يؤدي مهامه وواجباته كما ينبغي حسب اعتقادنا، بل يقوم إلى حد ما بالدعاية لبعض التنظيمات المرتبطة بالبكك كحزب الشعوب الديمقراطي هدف وغيرها من التنظيمات لدى إلي أهمية خاصة بها وإعطائها أكبر من ثقلها. الثانية موقف العديد من الأحزاب والتنظيمات المؤيدة للاستقلال وكذلك المؤيدة للبارزانين والبارتي في هذا المجال وصمت هذه الجهات وعدم تبنيها أي مواقف تجاه ما يجري، فرغم أنها تتحدث عن هذا في الأخبار القصيرة إلا أنها لا تتبنى أي مواقف رسمية أو تدلي بتصريحات في وسائل إعلامها الحزبية، بل تلتزم الصمت إزاءها. ولا شك أن هاتين النقطتين هما محل جدل ونقاش واسعين، إلا أن الإشارة إليهما في إطار مقالي يظهر مدى أهميتهما. فقد تعالت الصيحات مؤخرا ضد الهجمات العدوانية للبكك وأكاذيبها وافتراءاتها ومعلمي سياساتها، وأصبح الذود عن البارد والبارزانيين والدفاع عنهم واجبا وطنيا وقوميا. نعم قد ينتقد الإنسان ويكشف مواطن الخلل من أجل إيجاد الحلول لا من قبيل التسقيط الإعلامي، غير أنه في الوقت نفسه ينبغي أن يجعل الإنسان من نفسه درعا في مواجهة الهجمات المستهدفة للمصالح القومية والوطنية، فهذا واجب وطني على أقل تقدير في يومنا هذا وفي مسيرتنا الحالية نحو تحقيق حلم الدولة الكردية.